اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاستاذ اسامه السويسي. ازيك يا استاذ اسامه؟ الاسبوع الثاني ولا الثالث ده؟ الثالث. خلاص بقى لك كده اسبوع، خلاص بقيت صاحب بيت. تنور دايما يا استاذ حبيبي. طبعا انا سعيد ان انا اكون في بيتك الكبير. شرف لينا بيت الكبير، بيتنا كلنا يعني حبيب. وسعيد بالتواصل معاكم ومع الساده المشاهدين. حبيبي ربنا يخليك. عبد الحكيم ابو عالم، ازيك يا استاذنا؟ ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ وحشنا والله العظيم. انت اللي وحشنا، بقى لنا برده بتاع اسبوعين ثلاثه. حاجه زي كده. ماتشات 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 ده لسه الفترة اللي جاية كمان. والله يا ربنا يوفق النادي الأهلي ده في الأساس إن شاء الله بإذن الله. فترة صعبة جدا وربنا ييسر وإن شاء الله هنتقابل بعدها كتير بإذن الله. بشكل عام يا أستاذ أسامة، هل هناك محاولات لإخراج النادي الأهلي عن تركيزه في المباريات وعن الحكام؟ أنا عارف إن أنت النهاردة جايب لنا شوية حاجات عن التحكيم هنكسر بيها الدنيا، بس شايف إن اللي بيحصل بشكل عام في الرياضة في مصر بيحاول يخرج، يعني انا عندي مشكله في التحكيم، الناس عندي مشكله في موضوع الجواب الاستخبى والوزاره اللي طلعت اللي قالت ان عملت لجنه الحقيقه وعملوا اللي عليهم وعملوا لجنه، واللجنه قالت ان اسلام اللي غلطان مثلا، توصلت يعني. لا هي توصلت لادانه الاداره التنفيذيه في اتحاد كره بالظبط كده، وبعدين حتى الان لم يحدث اي شيء. الحاجات دي هل الغرض من اللي بيحصل هذه الايام الالهاء في هذا الامر؟ وكمان ان فريق الكوره مع كثره الاصابات مع وجود مدير فني جديد الكل شايف ان هو مبشر جدا خلال الفتره اللي جايه، هل الناس بتحاول تخرجنا عن تركيزنا بالفعل؟ هو اول حاجه في الماء العكر. نمره واحد، الرهان على ان جمهور النادي الاهلي عنده ذاكره السمك رهان خاسر. نعم، مليون في الميه رهان خاسر، لان جمهور النادي الاهلي جمهور مختلف طبعا. يعني اخر مره كنت معاك من اسبوع او اكتر قلت لك من حق جمهور الاهلي يزعل من الاداء، لان احنا مش متعودين على لعيبه النادي الاهلي. مظبوط. ان هي تخسر ماشي وارد في الكوره، لكن تخسر مع ان انا حاسس ان في انهزاميه ومفيش روح الفانيله الحمراء ازعل. أوكي. ومن حق ازعل، وانت من حق وانت لازم تتقبل ده مني. لكن اللي شفته في ماتش الجونه، لا ده نضرب تعظيم سلام لجمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي اللي عمله في ماتش الجونه من قبل المباراة لغاية نهاية المباراة والتشجيع لم ينقطع مجرد ثواني، لا يبقى أنا لازم أضرب هنا تحية وارفع لهم القبعة. ليه؟ لأن ده انعكاس مهم جدا إن جمهور النادي الأهلي وقت الشدة بيبقى هو الدرع والسيف. نعم. وهو على الحلوة والمرة معاه بجد. أوكي. فأنت ما ترهنش على إن جمهور النادي الأهلي عنده ذاكرة السمك، انسى. هنفضل فاكرين إن في جواب اتمنع وحرم النادي الاهلي من حقه الطبيعي في منافسه قاريه، والوزاره اللجنه اللي شكلتها ادانه الاداره التنفيذيه في اتحاد كره القدم. مظبوط. وزي ما قلت في الانترو ان الراجل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم، استاذ جمال علام، قال انه هيتم محاسبه المخطئ. لغايه دلوقتي محدش هو قال كده مع الاستاذ، هو بنفسه مش أيوة اسلام الاهلي. احنا مش بنقول، احنا مش بنقول كلام كلامنا، احنا مش بنقول كلامنا، احنا بنقول كلامه. تمام. فبالتالي انت عندك اكتر من ضلع للموضوع نفسه. عندك ارهاق غير طبيعي للعيبه استهلكت على مدار ثلاث مواسم متلاحمه. الموسم ده بس يا كابتن، انت لاعب دوري ابطال افريقيا للسنه الثالثه على التوالي نهائي. ولا مكمل، يعني انا بتكلم على بطوله كامله، والدوري وكاس مصر البايت والطازه وعندك كاس عالم للانديه، ونفس اللعيبه دي راحت كاس عرب وراحت كاس امم افريقيا، ادي سبعه. فيعني مساله صعب غير ورده. طبيعي جدا ان اللي يحصل في لعيبه النادي الاهلي، سوبر افريقي وسوبر مصري وسوبر افريقي صحيح، ده يعني تسعة. يعني حاجات غير طبيعيه. فبالتالي انت كمان ما تجيش كمان انت تحرمني من الحق الطبيعي بتاعي اللي هو العداله. انا مش طالب مجامله ولا طالب اكتر من العداله. لو هستعرض مع حضرتك كميه الاخطاء اللي حصلت، وعلى فكره ده مش كلامي، ده كلام خبراء التحليل اللي هم خبراء التحكيم، الحالات اللي اعترفوا بيها عطلت النادي الاهلي مش اقل من 9 نقط السنه دي. السنه دي، لكن السنه اللي فاتت 13 انا فاكر 15. وفي المقابل الاخطاء لمصلحه المنافس منحته مش اقل من 7 نقط. فبالتالي الميزان مختل، ميزان العداله مختل. يا استاذ اسامه، انا عارف ان انت هتتكلم كتير في موضوع التحكيم. سمير، هات لنا المقارنه ما بين كره صلاح محسن اللي خبط فيها الجزار والناحيه الثانيه اللي انتوا كنتوا عاملينها. ايوه، يعني ما هو ده ميزان العداله المختل بالظبط.
انت عارف يا كابتن يا كابتن يا كابتن، بص مع كامل التقدير لاي حد، واحنا ما بنقولش وما بندعيش ان انت متعمد، ما بنقولكش ان انت متعمد، لا لا بفترض حسن النيه، بفترض حسن النيه. بص يا استاذ اسامه، بص يا استاذ عبد الحكيم، اولا هي دي ولا انا بقى اولا يا كابتن اسامه، حضرتك عارف ان انا بحب التحكيم وعارف بدل القانون بتاعه كويس. ده استخدام للساعد مش كتف. ماشي. الكتف، الكتف يا جماعه لو هي بالظبط سبحان الله. يعني الكتف هنا يا كابتن اسلام وحضرتك لعيب كوره وعارف ان منطقه الكتف حتى لما تستخدم تستخدم في كتف المنافس، يعني تستخدم في كتف المنافس عشان نقول ده كتف يعني طبيعي كتف كتف، لكن استخدام الساعد بالشكل ده وما فيش مجال للاعب المدافع انه يلعب الكوره على فكره. دي مش معلش اقطع حضرتك في ثانيه واحده، انت حضرتك بتقول شكل يعني عفوي واحنا بنفترض حسن النيه، طب الكوره دي وقف ورجع للفار، طب هقول العفوي وان هو مش مقصود والنيه الكويسه ان نرجع للفار والفار ياكد على كلامه. تعال عشان نسمع الكلام ده. ما 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 هو الفار اصلا داخل المصياده من السنه اللي فاتت. الفار داخل المصياده في مصر، يبقى اذا مش عفوي. لا 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 لا، وانا بقول لك، ما انا بقول لك لا لا لو انا ما خليني لو هفترض لو هفترض ان انا كده، لكن هي كميه الاخطاء غير طبيعيه هنا. انا عايز اسال الكابتن عصام عفتاح اتفضل اسئله بريئه جدا. طيب ناخد الاول الاستاذ عبد الحكيم وبعدين ارجع لك في الاسئله دي لان نقدر نتكلم فيها. استاذ عبد الحكيم برضو من حق جمهور النادي الاهلي يعرف يعني هو ايه اللي بيحصل خلال هذه الفتره لالهاء جمهور النادي الاهلي عن الشيء الاهم وهو الدوري العام المصري خلال هذه الفتره. لا هو ده في حاجات اكتر من انك مجرد الالهاء، انت بتحاول دلوقتي في طريقه جديده انك تصدر مشكله ما بين اللعيبه او بين النادي او بين الفريق وجماهيره. ده دي الاخطر من موضوع الالهاء، انك تعمل مشاكل. وبعد كده بخلاف الموضوع ده، هي لعيبه الاهلي زي ما الاستاذ اسامه وقال ان هي مرهقه جدا. هو انا بس بسال سؤال، هو النادي الاهلي بيعاقب على انه بيلعب بيمثل مصر ويفوز باثنين دوري ابطال ويوصل ستة نهائي في اخر خمس سنين؟ خمسة نهائي اخر ست سنين؟ هو انت بتعاقبني ان انا بوصل للفاينل؟ ده غير الموضوع ده، هي ليه الانديه كلها بتريح مثلا فترات طويله وبعد كده يقول لك الاهلي بيلعب كل ثلاث ايام؟ طب ما انت ريحتني 10 ايام، خد بالك ما حدش ياخد باله من الكلام ده، انت بتريحني 10 ايام وبعد كده تلعبني كل ثلاث ايام، طب ايه الهدف من الكلام ده؟ قبل ماتش فيوتشر، قبل ماتش فيوتشر اسبوع. تمام، طب ما تعمل لي استرتش للجدول واعمل لي كل اربع ايام ماتش بدل ما انت ريحتني اسبوع. انا بتكلم على بقول لك يا سيدي في النيه كويسه زي الفل، مش هنوجه كلام لحد، بس اسبوع وبعد كده العب كل ثلاث ايام، طب ما تقسمهم لي كل اربع ايام العب ماتش. مش ده عدل طبيعي؟ الحاج عامل حسين امبارح انا سالت سؤال على الهواء مباشره، اللي احنا هنلعب الاربع والزمالك هيلعب الخميس، قال لك انا سالت الحاج عامر تحديدا وقلت له ليه، قال لي لانه الفريق بغض النظر عن اسم الفريق، الفريق الذي يصل للنهائي، فانا حتى ساعتها قلت له في حد بيسال غير النادي الاهلي؟ مهم، الفريق الذي يصل الى النهائي هذا الموسم هيبقى بيفرق ولعب ثلاث مباريات في كاس العالم للانديه السابقه، وبالتالي لعب هيبقى لاعب تسع مباريات اكتر اللي هي في الدوري اقل من المنافسين وبالتالي هيبقى مبارياته مضغوطه اكتر من اللي طلع من دور الثمانيه او اللي طلع من دوري المجموعات. انا بس لانه جمهور الاهلي امبارح سال في هذا الامر، فانا لما سالت الحاج عمرو هو رد عليا هذا الرد وقال لي هذا الكلام بمناسبه كلامك يعني. تمام، هو انا بس في نقطه مهمه جدا لازم اتكلم فيها، هي ليه الناس بتحاول تصدر تملي ان في كارثه في الاهلي؟ لا ده كل ده عشان الدوري يخلص قبل 30/8. لا ده في نقطه مهمه جدا يا كابتن، طب ما تجيب لنا ارقام اخر ثلاث سنين للانديه اللي المفروض ان الانديه اللي هي موجوده على مستوى الدوري، شوف الاهلي حقق بطولات ايه وجاب ارقام ايه والانديه الثانيه عملت ايه. انا معاك تماما ان من حق جماهير الاهلي تزعل ان انت خسرت الدوري السنه اللي عدت وخسرت كاس مصر السنه دي رغم كل اللي احنا بنتكلم فيه من ارهاق واصابات معاك، بس قول لي انا واخد اثنين دوري ابطال افريقيا اتنين سوبر افريقي. السنه الماضيه مش السنه دي، عشان السنه دي لسه قائم. انا بتكلم على ارقام البيت. انا بتكلم على ارقام ان انت بتحاول تخلي ان النادي الاهلي في كارثه. اوكي، وهو واخد في اخر ثلاث سنين اتنين دوري ابطال واتنين سوبر واتنين برونزيه ودوري وكاس. تمام، كل ده في الكوره في سنتين، وبتحاول تبين ان انا عندي مشكله في 20 شهر تحديدا. في 20 شهر وتحاول تبين ان عندي طبعا خساره الكاس مشكله، بس مش طب ما لما بتحصل الناحيه الثانيه وفي اي مكان، انا مش عايز اذكر اسماء، في اي نادي الامور بتبقى عاديه وبيس ومفيش مشاكل، طب ليه بتتكلم ان مثلا الاهلي ما تقولش ان الاهلي عنده 11 لاعب مش موجودين؟ ليه بتحاول تصدر ان انا ما حدش بيحاول؟ بقول لك يا حكيم انت ناسي
واحنا مش كنا اتكلمنا على لما موسيماني كسب الزمالك 5-3 الناس طلعت قطعت في موسيماني ان احنا كسبنا 5-3 بس. انت ناسي الفتره دي؟ واحنا مش كنا بنتكلم والتعادل انتصار. المواجهات المباشره بتاعت الاهلي السنه دي يا كابتن في عز ما انت بتتهاجم، المواجهات المباشره مع الانديه اللي انت بتنافسها في صالحك. صحيح. يعني عشان تعرف 5-3 و2-2 صح مع الزمالك، ارقام بيراميدز هي 3-0 و2-0 صح. الارقام المباشره مع الفرق اللي انت بتنافسها بيراميدز في الكاس، لا غير الكاس. يعني انت ارقام الانديه اللي انت بتقول لي الدنيا مهتزه والدنيا صعبه واصل الاهلي فرصه، الاهلي برغم كل اللي انت بتتكلم فيه ده هو الافضل في المباريات المباشره مع المنافسين. ومعروف كويس جدا وحضرتك كنت لاعب وليك صورت دلوقتي ان الفريق اللي يتفوق على المنافسين بتوعه في الدوري هو بتبقى افضل. تملي يقول لك ايه، ازاي عايز تاخد بطوله انت ما كسبتش المنافسين بتوعك؟ ممكن اشرحها كابتن اسلام بمثل بسيط. اتفضل. النادي الاهلي طوال عمره يعني طوال تاريخه عامل زي الالفه بتاع الفصل. الالفة بتاع الفصل ده متاسس من اولى ابتدائي صح. أوكي. اهله مركزين معاه وعملوا له اساس صح، فبالتالي كل السنوات هو طالع وفارق كبير عن كل عن كل زمايله في الفصل. اوكي، فاحنا بنعمل ايه بقى؟ نعمل ايه اللي بيطلع التاني ومسافه بينه وبين الاولاني دوت كبيره قوي، فكل الباقيين في الفصل البولا ده واقفين ورا مين؟ واقفين ورا القريب الالف. لا، واقفين قريب من اللي بيهدد الالف. اوكي، قريب من اللي بيهدد الالف وعمالين يدعموا فيه ويدوا له دروس خصوصيه ويدوا له مش عارف ايه ويسهلوا له امتحانات لكن هو مستواه كده. فانت مش عارف توصل لمستوى الالفا، فايه لا هات الالفا بقى ايه معانا، شدوا معانا بقى عشان نبقى ايه كلنا شبه بعض ونبقى كلنا حلوين ويبقى كلنا بولده. لكن لا مش هو ده التاريخ. لا مش عايز، ما انا بص انا مش عايز، انا بقول التاريخ يا كابتن اسلام ان النادي الاهلي طول عمره. هو انت بتقول ده، انا بقول لك ايه، بقول لك انت بتقول التاريخ. هي مش مساله بولده، هي مساله ان النادي الاهلي دائما ما يكون الاول في كل شيء. ما هو ده الطبيعي بغض النظر عن اي حاجه بقى تانية. مشكله بقى الاخرين ان هم للجميع. بدل ان انا بتكلم على ايه، ان النادي الاهلي 42 دوري يا جماعه. لا ما فيش مقارنه في الارقام، مش مقارنه في اي ارقام، لان يعني قلنا اقرب منافس محتاج ربع قرن عشان يحصلك وانت ده اذا خد البطولات لوحده. وانت تنام وانت تقفل النادي كده وخلاص، تقعد 25 سنه قاعد ما بتعملش حاجه. ايوه تمام. لكن هي المساله في ايه، ان انا بدل ما اشوف عناصر تفوق النادي ده واحاول ان انا اطور من نفسي، لا انا عايز اشده لتحت. عايز اشده لتحت باي شكل من الاشكال. فبالتالي كل الكلام اللي بيحصل حوالين النادي الاهلي ده طبيعي ومنطقي، وناقشناه في حلقه الاعلام. ناقشناه في حلقه الاعلام، قلنا ان الميزان برضه مختل، وقلنا ان هو هيحصل، وقلنا هيحصل بالعكس، وشفنا الكلام ده. شفنا المشكله هنا بتقعد تكبر 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 تكبر، وهناك حاجات بتبقى كوارث ومفيش حد بيتكلم فيها. يعني مساله التحكيم مثلا، في حد متناول ازمه التحكيم في مصر السنه دي زي السنه اللي فاتت؟ ما هو الدوري السنه اللي فاتت كان التحكيم والفار تحديدا مؤثر فيه جدا، لكن السنه دي اكتر. في حد بيقول فين العداله؟ العداله الغايبه. احنا مش طالبين مجامله، احنا طالبين ميزان واحد للعداله. بسال الكابتن عصام عبد الفتاح، بعد اذنك يا كابتن عصام، ينفع حكم دولي، حكم دولي المفروض ان هو رقم واحد، يروح دوره رمضانيه لاحد الانديه المنافسه على لقب الدوري الممتاز وما يزعلش انه يتصور وتتنشر صوره على السوشيال ميديا وما يتحققش معاه ويتقال له كده غلط؟ لا، ده ايه بقى؟ ده ياخد اكبر معدل من الماتشات للنادي ده. اوكي، طب ليه بتحط نفسك في الشبهات؟ 4 ماتشات للكابتن ابراهيم نور الدين لنادي الزمالك اللي هو بتاع السنه بتاع امبارح عامل كوارث. وبعدين بقى عايز اقول للناس كلها، الناس كلها شافت اهي اللعبه دي يا كابتن اسلام. اللعبه دي دعس دي بترتقي في بعض الدول الى الكارت الاحمر، لان دي استخدام قوه مفرطه في محاوله ازاء. اصل دي ممكن يا كابتن اسلام تعمل ايه؟ تكسر مشط القدم. دي لانه كمان ده احد ادوات العنف الزائد اللي هي ايه، اللي هي الاسترزات بتاعه الحذاء، استرزات الحذاء، الكوع، المرفق، الركبه، الدماغ، دي كلها ادوات ايذاء في كره القدم ترتقي الى ده. ما خدش انذار هنا، نفس اللاعب ده خد انذار بعد كده. يعني لو في عداله طبيعي انه يحصل ايه، انه يحصل
انه فريقه ما يكملش يلعب ب10 لعيبه. حتى الكوره بتاعه البنالتي بتاعه حسام حسن الواضحه وضوح شديد جدا. الاخ وائل فرحان يعني انا عايز اعرف كابتن وائل فرحان اللي هو حكم الفار. اتفضل. يعني عايز اعرف يعني ازاي ما استدعاش الكابتن ابراهيم نور الدين وقال له تعالى شوفها. استدعاه دي؟ لا ما استدعاهوش، اتكلموا في هو اتكلموا في لا اتكلموا في السماعه وقال له انت صح. ما هو كابتن ابراهيم نور الدين علشان جاي من مسافه بعيده جدا فما شافش الخطا كويس. ابص حتى محمد نجيب ممكن يكون حجب عنه الرؤيه. لكن انت دورك ايه؟ لا ده انا عايزك تشوف رد فعل الاكشن بتاع محمد نجيب. ايوه هيجنن. بص لو جابوها من قدام مش مصدق. هو بص كمل كده كمل. مش مصدق ان هي مش هتتحسب. لا هو تيقن هي تضرب الجزاء. بص شفت ابراهيم نور الدين فين؟ شفت ابراهيم نور الدين فين؟ بعيد شويه. لا حتى محمد نجيب ممكن يكون مداري هو والتاني، فبالتالي لا ممكن حكم الفار المفروض. لا حكم الفيديو، حكم الراية، حكم الفيديو عنده السلطه ان هو يستدعيه، لان دي من الاربع حالات اللي هي اربع حالات نكررها تاني. ركله جزاء مش ركله جزاء، هدف مش هدف، الهويه الخاطئه، الانذار، البطاقه الحمراء مش الانذار التاني. اوكي تمام. فبالتالي حتى على فكره في نفس المباراه دي كوره بتاعت حسام حسن في الشوط الثاني اللي كان فيها شك في لمسه يد على الجزار، حتى لما حسام حسن بيلعبها الجزار واخد رجله. اوكي. واللعيبه هيصت وقالت له يا كابتن راجع راجع راجع، ما حسبهاش. حسبها امتى؟ لما المهاجم بتاع الجونه ضرب رامي ربيعه بعدها في منطقه جزاء النادي الاهلي. أوكي. حسب فاول لرامي. نفس اللعبه دي هي دي. فبالتالي ميزان العداله مختل. مختل بشكل واضح. على فكره نفس الطقم ده كان الزمالك وسيراميكا. مباراه الزمالك وسيراميكا 3-2. ركله الجزاء الاخيره دي اخر فرصه. يعني كابتن احمد ناجي معروف ان هو راجل متزن وما بينفعلش. كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى بتاع سيراميكا. طبعا راجل طبعًا متزن وما بينفعلش وما بيهاجمش الحكام على الاطلاق. طبعا خرج عن طوعه، قال لك حسبي الله ونعم الوكيل بعد المباراه من اللي شافه شادي حسين. ركله الجزاء واضحه وضوح الشمس، وبوائل فرحان على الفار، كابتن ابراهيم نور الدين مفيش. طيب هل كلاتنبرج ده يعني سامعين ان هو اسم قوي وعمل وخلى وسوى ولكن بعض الملاحظات عليه، لكن في النهايه هل من الممكن ان انا ككلاتنبرج اشتغل في رئاسه تطوير لجنه الحكام ومعايا رئيس لجنه الحكام الكابتن عصام فتاح اللي قال التصريح الشهير كذا 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 كذا، لكن هل ممكن ده يحصل؟ هل ممكن يشتغلوا مع بعض؟ طيب لو اشتغلوا مع بعض هل هيطلعوا لنا منتج في الاخر؟ الاستاذ اسامه عدد الحاجات اللي بتحصل يعني، وبعدين عقده سنه، هل التطوير هيتم في السنه؟ يعني ثلاث اربع اسئله في بعض. لا طبعا مش هيتم في سنه، الموضوع محتاج كبير. بص يا كابتن، يعني انا هقدر اشوف فرق؟ لا طبعا. لازم نعترف ان في مشكله في التحكيم. اوكي. هي المشكله الكبرى اللي كل الناس مش عايزه تقول ان في مشكله. يعني ما فيش حد يقف يقول لك صراحه، يقول لك ان في مشكله. عارف لو قالوا ان في مشكله هتبقى خلاص الامور، انت حاطط مشكله وهتبتدي نعالج. انت اتحاد الكوره جاب الراجل ده، دي خطوه. حتى لو الراجل ده مش اسم قوي، مش الاسم اللي الناس كانت متخيلاه، بس ماشي اوكي، دي خطوه ان انت ابتديت تقول ايه صحيح في مشكله وعايزين نطور. عارف المفاجاه يا كابتن اسلام ايه؟ المفاجاه ان الراجل ده اللي بيهاجموه اللي بره لجنه التحكيم من خبراء التحكيم اللي بتاع في السيادة التحليليه، شوف كلهم واحد واحد اتسالوا على اماكن متفرقه. كلهم بيقول لك لا اصلي مش هينفع، اصلي مش هيطور، اصلي هو ما يعرفش التحكيم عندنا، اصل هو. انا بقول لك هات اراء ليهم. فانتوا بتحاربوا التجربه ليه؟ ما تسيبوا التجربه تستمر. يعني ما نشوف التجربه ونساعد الراجل ونشوف الدنيا هتحصل فيها ايه. ليه بتهدوها من قبل ما تبدا؟ على فكره كابتن اللي بكلمك عليه دول اللي هم يعني احنا كابتن عصام عبد الفتاح ممكن يكون ليه حجه ان هو موجود يا استاذ، ان هو رئيس لجنه فخاف ياخد مكانه. طب واللي بره؟ اللي بره حضرتك بتحاربه ليه؟ شوف كل الاراء. ده احد الاعلاميين بيسال يعني حكم كبير جدا كان مرشح لجنه التحكيم، يقول له مش هينجح. شوف اللفظ مش هينجح. مش هينجح يعني اللي هو ايه؟ هو بص يا حكيم، هو كابتن اسلام، احنا منظومه التحكيم محتاجه تطوير ولا محتاجه تطريز ولا محتاجه تطهير؟ بمعنى تطريز اللي هو الترزي، يعني يرقع الثوب تمام، ولا يعمل لي بدله جديده تمام. دي حاجه. اقول لك ايه بصراحه، دي هل حاجه ده ممكن يحصل في سنه. الحاجه الثانيه، هل محتاج تطهير؟ التطهير بقى يبقى محتاج تعمل حاجه مهمه جدا. اول حاجه تلغي باقات الاحتواء. اول حاجه تلغي باقات تجدد
لا لا فيش الغي لا، ومعاها كمان ايه؟ ومعاها روح البروتوكول. لو رحت اي فرع في لا تلغي باقه، تلغي باقه الاحتواء، تلغي باقه الروح البروتوكول، لان دي مصطلحات جديده سمعناها السنه دي. والله عندك حق يا استاذ اسامه. وبعدين 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 الواحد بيشوف حاجات وبيشوف الفاظ ومصطلحات جديده علينا في حياتنا. يعني الواحد بقى له مثلا عمر، يعني مش هقول قد ايه، لكن عمر طويل قوي بيلعب كوره وبيشوف حكام وبيقعد مع حكام، ما بسمعش الحاجات اللي هو يا كابتن اسلام انت روح روح القانون عارفينها، روح القانون روح البروتوكول. انا قريت البروتوكول من ايه تزد، ما لقيتش روح بروتوكول خالص. متاكد؟ متاكد. لا مفيش طبعا، مفيش روح. انا عارف ان مفيش طبعا، ولما يعني لما سالت ولما سالت يا كابتن اسلام ناس في لجنه الحكام في الاتحاد الدولي ضحكوا. يعني مسؤولين كبار لما قلت لهم في حاجه اسمها روح البروتوكول قعدوا يضحكوا، ضحكوا بجد. مفيش حاجه اسمها روح بروتوكول. يحصل الغاء باقات الاحتواء، الغاء روح البروتوكول، شفافيه في غرفه الفار. غرفه الفار وكلاتنبرج قال حاجه في الموضوع ده عبد الحكيم برضو، انه هو عايز يعمل كده فعلا، عايز يسمع الناس الكلام، عايز كل اسبوع. يعني هل ممكن يسمعنا الكابتن وائل فرحان في المباراه الاخيره؟ قال الكابتن قال هو كل اسبوع هيختار. اصل دي مش حاله جدليه، دي سبحان الله حصلت في الماتش نفس الحاله ليك وعليك. هو قال انه هيختار مثلا 7 دقايق او 5 دقايق او 6 دقايق ايا كان من اللقطات اللي عامله جدل، تمام، وتتعم تتعرض تبقى متاحه للجماهير سواء على السوشيال ميديا. يعني ايه عامله جدل؟ ما عامله جدل من وجهه نظر مين؟ من وجهه نظرك ولا من وجهه نظري؟ يعني الحالات اللي بتبقى جدل تبقى معروفه يا كابتن. يا ريت يا كابتن يعملوا كده. بص لو عملوا دقيقتين بس، المهم ان تبقى عندك حاجه خطوه. احنا فرحنا بالخطوه انهم جابوا الراجل ده، يعني احنا شوف فرحنا لدرجه ان احنا عايزين اهو يلا خطوه. ابتدى يتحارب من بره عايزين خطوه تانية. اوكي مفيش مشكله، بس يعمل حتى لو دقيقه يا كابتن. عارف دقيقه واحده تبقى الحكام هتخاف. لو انت عملت الموضوع مجرد ما تعمله باقي الحكام هتخاف. بس هو الموضوع برضه مش في التحكيم بس يا كابتن، يعني مسؤول قبل كده راح سجل عقد لاعب، مش كهربا على فكره برضه عشان الكلام واضح، سجل عقد لاعب لمجرد ان عرف ان عقده خلص والاهلي خد توقيعه، لاعب مهم جدا. ومش كهربا عشان بس الكلام يبقى واضح، بالمخالفه توثيق توثيق لازم خلال شهر من توقيع العقد. انت قلت لي على حاجه تخص الاتحاد الافريقي لكره القدم، رخص قرر ان يكون ملفات الترخيص لكل الانديه اللي بتشارك في النسخ دوري الابطال والكونفدراليه القادمه، مش دي، مش اللي خلصت دي. يعني لو على اساس الاربعه اللي احنا عارفينهم اهلي زمالك فيوتشر دول خلاص بعتوا، دول بعتوا الملفات بتاعتهم، الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر بعتوا الملفات بتاعتهم وخلاص اتحاد الكره اعتمدها وراحت. أوكي. النسخ مش دي اللي هتبدا، اللي جايه اللي بعد اللي هتبدا اللي بعد عشان الجدل. ومش مرتبط بمصر بس، مرتبط بدولتين تانيين غيرنا. هتبقى اونلاين زيها زي التيم اس بالظبط. اوكي. وفي دورات تدريبيه من بكره، في دورات تدريبيه للاتحادات. يعني مفيش يا حكيم ايميلات هتستخبى؟ لا ولا جوابات هتستخبى؟ لا طبعا. بص يا كابتن الايميلات صعب تستخبى. لكن لو انا حبيت اجيب كابتن اسلام مثلا، كابتن اسلام الشاطر، اضمه عندي مثلا نادي بوتيج بلدنا مثلا، يعني حاجه احط على التيم اس اسجله، تمام، هيقول لي لا كابتن اسلام متسجل في النادي الاهلي، هيرفضك. ده اللي هيحصل بالظبط في اللي جاي في الاونلاين. هتيجي تحط مثلا تقول انا ماليش مديونيه مثلا، عشان بس نتكلم على علينا مثلا، خلينا على النادي الاهلي، خلينا على النادي الاهلي مثلا، عند هدرسفيلد مثلا، حلو، او ليفربول مثلا عشان محمد صلاح. عندنا مشكله مع ليفربول مثلا، محمد صلاح له مستحقات عنده. فهتيجي تحط تقول انا ما عنديش مشكله مع مين؟ مع ليفربول. السيستم مش هيقبلك، يقول لك لا ده في شكوى يا باشا عليك في المحكمه الرياضيه الدوليه. بقول مثلا بقول مثلا يعني طبعا عشان بس ما نبقاش نتكلم عن حد. هيقول لك انت مسك لا ده في المحكمه الرياضيه الدوليه عليك شكوى ما زالت متداوله او عليك حكم. هتبقى ده النظام. أوكي. عشان ما فيش مجال لاي كلام ورقي او ان انت تعمل اي حاجه. خطوه كويسه، الخطوه دي لو حصلت اعتقد هتبقى خطوه رائعه. لا خلاص يا كابتن، ده قرار، ده بقول لك خلال مكتب التنفيذ الاخير. خلال 24 ساعه او 48 ساعه هيبدا يحصل دوره تدريبيه لاونلاين للاتحادات الرياضيه على التسجيل الالكتروني. الكلام ده خلاص، ده قرار، مش اعتقد ده شيء جيد يا استاذ اسامه. 100% طبعا، واتمنى يا رب ان يبقى الشفافيه دي في القاره الافريقيه. خد بالك كابتن برضه، معلش هقطع كلامك يا استاذ اسامه، هم بيعملوا كده عشان دوري السوبر الافريقي، لان الدوري هو عايز يوصل لدوري السوبر. لان المبالغ الرهيبه بتاعته اللي هتاخد مكافئات، هو مش هيدخل بقى. بس هو هل هيحتفظ بدوري السوبر ده لو عمله؟ هل هيحتفظ بدوري ابطال افريقيا؟ انا مش فاهم. لا ما اعتقدش. هو ما قالش على فكره، هو ما قالش، بس هيتغير النسختين. الدوري ابطال افريقيا هيبقى دوري السوبر الافريقي، والتاني ده هيبقى ليه اسم تاني انا مش متذكره دلوقتي، هيبقى المسميين بدل الكونفدراليه. يعني هتبقى بدل الكونفدراليه. بس من 5 ل10 مليون اعتقد ده شيء جيد جدا. 100% تطور كويس، بس هل احنا مؤهلين كقاره افريقيه للتطور ده؟
مش عارف دي مساله. هو تقسيمه الجغرافي وحش جدا. يعني هو انت بتخلي الانديه اللي فوق الشمال اللي هم معروف ان كان تملي في دور الثمانيه اللي هم ثمان فرق بيبقى سته من الثمانيه او سبعه من الثمانيه. السنه عدت كان سبعه, السنه عدت على مرات كانوا سته من ثمانيه. تمام, بتخليهم يلعبوا مع بعض وتاخد منهم عدد يروح يشتغلوا مع وسط وجنوب وغرب وشرق. طبعا دي مشكله كبيره جدا لانديه الشمال, واعتقد ان لازم يبقى في نوع من انواع الضغط ما بين الانديه دي بحيث ان النظام ده يتغير علشان ما تبقاش حسبه تقسيم اصوات انتخابيه. اوكي, علشان ما يبقاش فيها مراعاه لان انت بصراحه يعني مش عادل. انت دوري ابطال افريقيا في المواسم الاخيره دي كلها فرقه واحده بتدخل لك من جنوب افريقيا او من اي دوله من الدول السمراء, والباقي كله انت شمال افريقيا مسيطر عليه. مسيطر عليه بشكل واضح يعني. فبالتالي مش عادل. منتخب يعني نسخه فاز بيها دوري ابطال افريقيا 2016 سان داونز, من 2016 وبعدين كمان يعني لحد دلوقتي افريقيا الشماليه هي اللي بتاخد. صح. وبعدين وبعدين المساله برضو معلش, احنا قاره افريقيا ده دلوقتي الطيران بقى في حلول مش زي الاول. اوكي, ان يعني اسيا ده قاره كبيره, فعاملين دوري ابطال اسيا شرق وغرب, واللي بيصفوا يطلع واحد من هنا واحد من هنا يلعبوا فاينل. اوكي, لكن انت في افريقيا عايز تطبق النظام دوت, لا المساله مش فير بهذا الشكل. مش فير. بس هو كويس انه النقطه اللي اثرها عبد الحكيم انه يبقى فيه شفافيه. أوكي, في اعتماد التراخيص. لان على فكره استاذ احمد الكاف بيحاول بقدر الامكان, حتى لو كان عليك علامات استفهام مثلا على التحكيم في الكاف على بتاع, بس هو بيحاول يرتقي. يعني ما تقدرش, لازم تشدهم انه بيحاولوا يرتقوا. حتى فكره دوري السوبر الافريقي اللي الناس بتنتقدها دي فكره كويسه جدا, انك بتعمل مداخيل كبيره للانديه. لما بتتكلم في مكافاه البطل 10 مليون دولار ده حاجه كويسه جدا. 10 مليون دولار ده 180 مليون جنيه. طبعا هتبقى نقله بخلاف حاجات تانية بقى انت هتاخدها لو رحت كاس العالم, وقتها هيبقى الرقم اعلى. سوبر افريقي اعلى, بيزود طيب. عندك الرعايه, بيزود عندك حاجات كتيره جدا. فاعتقد ان دي فكره كويسه جدا حتى لو هي محل انتقاد حاليا, بس هتبقى فكره كويسه جدا بالنسبه للانديه مستقبلا. استاذ اسامه, خلينا نروح بقى لفريق الكوره شويه. رايك في تحركات اداره الكوره في النادي الاهلي خلال الفتره السابقه, خصوصا بعد الخساره من كاس مصر الاخيره في بطوله كاس مصر الاخيره, وتحركات بقى كابتن خطيب وبقيه المشرف على الكوره, كابتن خطيب ولجنة التخطيط وشركه الكوره, فيما حدث خلال هذه الفتره؟ والله انا يعني ده وضع طبيعي, وده طبيعي جدا بيحصل في النادي الاهلي. ما مش مستغرب, لان طبعا احنا ثقتنا كبيره جدا طبعا الكابتن محمود الخطيب, يعني طبعا اعظم من لمس الكره. وبعدين يعني انجازاته نفسها الكرويه تتحدث عن نفسها, ده بخلاف الالعاب الاخرى عشان الناس بس ما تاخدناش لسكه تانية الالعاب الاخرى. وكمان على الصعيد الاداري لا, كمان انا عامل نقله وسابق الناس كلها بخطوات الشركات اللي اتعملت طبعا, وملف كمان الاستاد اللي بيتعمل, كل ده ماشي في اطار واحد. فبالتالي انا شايف انه النادي الاهلي في الدروب اللي حصل, وده بيحصل على فكره في كل الاوقات, يعني في كل ايه في كل عقد من الزمن لازم طبيعي يحصل لك دروب. اوكي, خاصه ان انت في وقت صعب جدا وعليك ضغوط غير طبيعيه. يعني يمكن هيكون معاك زميلنا العزيز كريم سعيد اتكلم في جزئيه مهمه جدا منطقيه جدا, ان الضغط العصبي والبدني واضح في قرارات اللعيبه. يعني بمنتهى البساطه, لو انت قاعد تشتغل بدماغك 8 ساعات غير لما بتشتغل بايدك. وده اللي احنا بنقوله. البعض يا عبد الحكيم بيحاول ان هو يحط موضوع اللي احنا بنتكلم, يعني ان الدنيا, انا يعني انا قلت طلعت كذا مره, حتى انا طلعت يعني خسرنا الكاس مصر الخميس, طلعت الجمعه, قلت يا جماعه احنا لاعبين بالعقل بالمنطق, يعني احنا لاعبين 150 مباراه في سنتين. ما حسبتش 3 سنين, خلي بالك احنا بقى لنا 3 سنين متواصلين. انا حسبت سنتين ما بين دولي وافريقي, انت لاعب 150 مباراه, بالتالي تلعب 75 مباراه. البعض بيحاول ان هو ياخدك لسكة انت بتقول الكلام ده كله مبررات. اعتقد ان الاصابات الكتيره واضحه على في هذا الامر. ده لا, ده في كمان غير الاصابات يا كابتن. انا بالصدفه النهارده كده وانا بشوف في اليوتيوب لقيت فيديو مباراه الاهلي واسوان اللي الاهلي كسبها 5 على ما اتذكر. يعني شفت حمدي فتحي, انا بديك مثال صغير جدا, حمدي فتحي بيجري وبيجيب جون, والجاريه بتاعته والشكل والتكوين, لو جبت وقارنت بين حمدي فتحي النسخه اللي موجوده دلوقتي, تعرف كم الارهاق, كم الارهاق اللي على اللاعب. دي كانت من كام سنة؟ لسه من سنتين أو من 3 سنين يعني كان مع فايلر على ما أعتقد, لا على فايلر كان لسه برضو الإجهاد, كان لسه ضغط المباراة في بدايته. تمام؟
شوف حمدي فتحي، انا بديك نموذج صغير جدا على فكره، انا ما بقولش حمدي فتحي تحديدا، يبين لك قد ايه اللعيبه مرهقه. وبرغم كده برغم كده وللمره الثانيه عشان بس الناس ما تفهمش الكلام غلط، اه طبعا خساره الاهلي لكاس مصر مشكله للجماهير واحنا زعلانين والناس زعلانه، بس للمره الثانيه كل الظروف اللي عند اي نادي لو اللي عند الاهلي يتحملها تعالى كلمني، شوف مين القوام اللي عندك مصاب. انت داخل ماتش المقاصه بتاع بعد بكره، اه بعد بكره الراجل يعني حتى المدرب بيبص على قطاع الناشئين، لان الناشئين لسه ان الدوري بتاعهم هيبدا في شهر 9 فالقطاع الناشئين ما بداتش، لا وحتى اللي متصعدوا حتى اللي متصعدوا ما زياد طارق مصاب واحمد كوكا لسه النهارده كوكا اتصاب، احمد كوكا ثلاث اسابيع. بقول لك يا كابتن اسلام انا قاعد بتفرج على ماتش الجونه الاخير دوت جالي شد لوحدي. طب يا عم اسامه ده انت مريح بقالك والله من كتر ما التاثر بالحاله بتاعت اللعيبه، انا مش لا بنطبل ولا بنبرر، وانا معاك قلت لك حق الجمهور يزعل طبعا، حق الجمهور يغضب، لا واللعيب طالما انا مش محسسني انه بيقاتل هلومه، ما عندي مشكله، لكن لما يبقى اوفرلود بالشكل ده، لا لما يقع مني شريف ويقع مني السليه وكلها اصابات عضليه واضح، ده ديانج الدبابه بسم الله ما شاء الله الوحش ده فيه في ماتش سموحه ما كانش قادر يجري، كان صعبان عليا والله، كان صعبان عليا. خد بالك كابتن اللعيبه الافارقه دي برضو اللعيبه المحترفين اللي بتلعب مع منتخبات بلدهم، عشان بس الناس مش واخده بالها من الكلام ده، يعني علي معلول اساسي في منتخب بلده، اساسي في منتخب، كابتن منتخب بلده بيلعب اساسي كل الماتشات، وبيرسي تاو لحد ما اتصاب كان موجود في منتخب بلده اساسي، وقالوا ديانج وميكيسوني تمام، بس كلهم يعني طلع ميكيسوني شويه، لان ميكيسوني اخر لان ما لعبوش امم افريقيا مثلا تقريبا على ما اعتقد، فالموضوع بالنسبه له يعتبر نسبيا مريح، بس برضو الموضوع ضغط. انا برضو مش بقول لك هو ان اللعيبه مثلا مستواها اقل، بس انا مش عايز الوم اللعيبه والله العظيم، مش انا عايز مش عايز الوم اللعيبه طبعا، لان الضغط البدني مش عايز تلوم اللعيبه مش عايز الوم اللعيبه لان ناس كتيره بتتحمل على اللعيبه ان هي طبعا هم الخساره مش مختلف مع حضرتك، بس صدقني اللعيبه بتمر بمرحله والله يا كابتن حضرتك كنت لعيب كوره وعارف وحضرتك شايف، انا لما قلت كده الناس زعلت مني، لا الضغط العصبي يا كابتن انت بتقول كده عشان بتطبل وتعمل، لا الضغط العصبي يا كابتن هتطبل لمين على فكره مرة. الضغط العصبي يا عبد الحكيم بيؤثر على الحاله البدنيه جدا، ده مش هو بيؤثر كمان على القرارات، القرار اللي بتاخده برجلك او بدماغك انت أصلاً عايز ابصي الكره لعبد الحكيم كده اعملها له كده سهله أيوة. مفيش حاجه هتلاقيها ماشي طرحت لاسامه، ليه؟ لاني مضغوط انا عصبيا، مضغوط انا مضغوط عصبيا، يعني انا مضغوط عصبيا، حتى شوف انفعالاتي شوف قرارات، يعني هو حد يتصور ان محمد الشناوي اللي وصل لمرحله انه يبقى واحد من اعظم 10 حراس في مرمى في العالم صح؟ طبعا بشهاده الناس كلها، يغلط الغلطه اللي في نهائي كاس مصر بالشكل ده؟ ما هو ده نتيجة ايه؟ طبعا نتيجة الضغط العصبي صح، الضغط العصبي الرهيب، بالإضافة إلى إن الناس مش ملحقة تاخد راحات، مش ملحقة تعمل استشفاء ما بين الماتشات، فالراجل يا عيني كتر خيره. بس في نفس التوقيت إحنا متعودين إن الأهلوية عارفين إن لعيبة النادي الأهلي بتلعب بروح الفنان الحمراء، بتلعب علشان البطولة، ما عندناش رفاهية الأعذار، ولكن في المقابل ما تديش الفرصة بقى لحد تاني يلعب. لا وهي كلمة مهمة جدا يا كابتن إسلام بالنسبة للجماهير، والكلام ده على مسؤولية الشخصية، يعني إحنا ما عندناش غير إن إحنا ندعم الناس دي لنهاية الموسم، لأن هم دول اللي قدامك، أنت زعلان منهم أوكي يا عم إحنا زعلانين كلنا منهم، بس أنا عندي بديل يعني تاني، يزعل من ابنه. لا أنا عندي بديل لحد 30/8 تاني، لا أملك بديل احسن، انا ما اعرفش ده حصل ولا لا، عشان بس ما حدش يقول لك اسلام قال، ما حصلش، انا ما اعرفش موضوع، لا في شغل كويس جدا. نعم؟ جدا في شغل كويس جدا، لكن انا بقول لك حتى لو في لو جبنا 30 صفقه جديده مش هتعرف تستفيد منهم بعد يوم 30 لحد 30/8، 10 مباريات اللي فاضل لك في الدوري دول كل ماتش فيهم اللاعب محتاجك بالظبط، تحمله باي حال واي مستوى تمام، لسه الامل باقي، وانا بقول لك احنا الاهلي فرصه اقوى واكبر، برغم كل الظروف اللي بنتكلم فيها، برغم الغيابات ال 10 11 لاعب اللي مش موجودين، برغم الارهاق، برغم الضغط، بشرط ان انت تلعب عادل. بروح الفنان الحمراء والتحكيم العادل وتوفر لي الظروف المناسبه للعب. والله حتى لو يا عبد الحكيم ما وفرتليش الظروف انا عايز تحكيم عادل، بس الظروف المناسبه لايه؟ انا عايز تحكيم عادل بس. لا يا كابتن اديني تحكيم عادل، في حاجات دلوقتي يا كابتن، يعني مثلا دلوقتي جماهير الاهلي ولها كل حق انها تغضب من لاعبيها، حلو؟ جماهير الاهلي دي
حتى لو غضبت بتبقى الغضب بتاعها ليه حدود. لا اليومين طبعا طبعا تلاقي ناس بتدخل في النص تستغل الموضوع يروح واخد الشناوي. حضرتك عارف السوشيال ميديا دلوقتي بتاثرها, يروح واخد الشناوي داخله بقى جايب لك فيديو قديم. عايز اقول لك على حاجه, تاثير نفسي رهيب. لا بس ساعه الجد, لا ساعه الجد جمهور الاهلي واضح واحد واحد وريفي ناس بتستغل ما شاء الله. تحيه لكل اللي كانوا في ماتش الجونه طبعا, تحيه لكل الواحد كان في ماتش الجونه. ساعه الجد جمهور الاهلي ملوش مثيل. هو جمهور الاهلي من 1907 احنا والله ما تحيز, والله ما تحيز. اعظم جمهور في الكون. انا لفيت العالم وشفت الدنيا, مفيش جمهور عنده وفاء وانتماء وولاء. بعدين ده ايه, مش عايز حاجه, عايز يفرح, يعمل كل حاجه, بيدفع من جيبه وبيعمل كل حاجه علشان خاطر اللي هو المنافس. يا كابتن بشير التابعي اللي هو المنافس, لاعب نادي الزمالك السابق, لاعب نادي الزمالك السابق طبعا. كابتن بشير كان في لقاء تلفزيوني في احدى القنوات الخاصه الكبيره, قال كده بالنص, كان هو حد من نجوم الاهلي السابقين يعني. قال له المذيع بيقول له كذا, قال له احنا بنخاف من جماهير الاهلي بس, مفيش حاجه تانية. احنا جماهير الاهلي الحاجه الوحيده اللي كنا بندخل ملعب بنهبها. صح والله اللقاء على فكره موجود لسه من اسبوع او 10 ايام, وده مؤكد ان الناس كانت بتنزل الملعب تشوف جمهور الاهلي تتخض. اقسم بالله اسالنا انا بقى الحاجات دي, اسالنا انا وحياه وليد. يعني مش عايز اقول لك ان كنا بنشوف احنا لعيبه في الملعب تشوف الخوف في العينين. أيوة. قدامنا مرعوبين. اي فريق, مش في ماتش كان في اسكندريه يا كابتن, اي فريق اقسم بالله بتنزل كده تبص بالصدفه, يعني ما انت زمايلك كلهم واخواتك واصحابك بتبص لبعض كده, لا مش هو ده اللي انا اعرفه, مش هو ده عبد الحكيم ابو عالم اللي انا عارفه. ايوه ايوه, ده هو ماله مصفر وخايف ليه, مع ان جمهور يعني جمهور الاهلي ما بيعملش حاجه غير انه يشجع فريقه فقط في الوقت ده. في ماتش قريب جدا من سنتين او من ثلاث سنين مش متذكر, ودايما كده في دوري ابطال افريقيا كان مع النجم الساحلي مش متذكر مين, وكنا مش عارف النتيجه هناك ازاي, وكان في الماتش في اسكندريه وكان الملعب كان سمح لينا تقريبا ب 15000 وحاجه زي كده. قريب قريب كسبنا الماتش ده 6-2 ثلاث اهداف في اول 30 دقيقه يا كابتن من تاثير الضغط الجماهيري الرهيب. طب خليني احكي لك على حكايه. اتفضل. مره مانويل جوزيه مباراه كنا بنلعب كوتوكو الغاني. كوتوكو عشان تي كوتوكو. الفرقه دي كنا لازم نكسبها اكتر من 2 عشان نصعد, تصعد اول مجموعه, مش فاكر ولا تاني المجموعه, مش فاكر الموضوع تحديدا. دخل قعد قال كلمتين, قال فلان وفلان 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 هنلعب كذا وكذا 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 النهارده لغايه الدقيقه 30 عايزين نبقى كسبانين 4 لغايه الدقيقه 30 وحياته يعني انا عايش يعني, وعندي الفرقه كلها معروفه. كابتن اسامه حسني كان جاب جون عالمي او عمل جون لفلافيو عالمي اللي هو بكعبه وحطها خلاص, وشوقي عمل جون عالمي, محمد شوقي, كل الناس موجوده يعني تقدروا تسالوا فيها كلهم ربنا يديهم طول العمر. في الدقيقه 28 كانت النتيجه 4-0. في الدقيقه 28 النتيجه 4-0, قام واقف على الخط, طلع واقف على الخط كده مانويل جوزيه, قال لك اوكي جود كويسين هايلين ماشي الكوره بقى وحيات زي ما بقول لك كده. وعندك عدد كبير جدا من اللاعبين موجود. انا على اقول لك على تاثير الجمهور يا كابتن اسلام, لان حاجه وحضرتها يعني في 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 الظروف اللي احنا عايشينها دي مش موجود في العالم الكبير. الظروف صعبه اليومين دول. في الظروف صعبه, لكن اتيحت للنادي الاهلي فرصه انه يلعب في كاس عالم الانديه في الدوحه اللي هي كانت في البابر. اوكي. وكان في عدد صعب محدد. قوي. وكان في عدد محدد للجمهور. مظبوط. انا كنت في الملعب وسط جمهور الاهلي. اوكي. تخيل انفنتينو قال ايه على جمهور الاهلي. قال ايه؟ قال جمهور الاهلي المصري هو سبب نجاح البطوله دي. سلام. يعني شوف قد ايه تشعر بالفخر. وبعدين جمهور الاهلي في السوبر الافريقي مرتين قدام نهضه بركان وقدام الرجاء, حاجه تفرح. وحتى في ابو ظبي في الكاس العالم. خلي بالك مباراه الاهلي والزمالك الاخيره برضه. علشان كده عايز اقول لك ان تفكير جاد جدا من دوله قطر مستضيفه كاس العالم 2022 ان تعزم النادي الاهلي علشان هو يبقى الافتتاح الرسمي لاستاد لوسيل اللي هو هيستضيف نهائي كاس العالم. ده خبر ولا لسه؟ ده معلوماتي الخاصه. معلوماتك الخاصه. ماشي, خلينا يعني نشوف المعلومات دي. انا اتمنى يا رب حاجه تدعو للفخر. يعني حاجه تدعو للفخر الاهلي دائما ما يمثل افضل شيء. والنادي الاهلي علشان كمان عنده الرابطه بتاعته في الدوحه حاجه تفرح. بسم الله ما شاء الله منظمين, وحاجه بقياده الصديق العزيز المستشار حسام ابو العيله. يعني حاجه تفرح, حاجه محترمه. ناس كلها بتحب النادي الاهلي وناس كلها في بوزيشن عالي, يعني المهندسين والدكاتره. تحب النادي الاهلي بس مش حاجه ثانيه. تخيل بيصرفوا
علشان يرتبوا الدخلات، يرتبوا الترتيبات ومع الناس. فبقت اتمنى ده لو حصل هتبقى حاجه رائعه جدا وفخر لينا وفخر لكل اهلاوي، ودائما اهلاوي انا والفخر ليا مش انا لوحدي، كل الاهلاويه الفخر ليهم. انا بشكرك جدا يا استاذ اسامه على وجودك معانا. انا ان شاء الله نتمنى نلحقك مره كمان في الماتش. اتشرف طبعا بيك. لا انا موجود معاك يا كابتن، موجود معايا على طول، موجود معاك وشرفين اكون موجود معاك كل مره، ودايما سعداء بوجودك معايا. شكرا يا استاذ عبد الحكيم. حبيبي يا كابتن، شكرا جزيلا للاستاذ اسامه السويسي، استاذ عبد الحكيم ابو علم. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في البيت الكبير، هنتكلم فنيا عن المباريات السابقه للنادي الاهلي ومباراه يوم الاربعاء القادم امام المقصه. بعد الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت الكبير.